صندوق مكافحة الإدمان يعلن زيادة الطلب على العلاج من الإدمان 400%، على فكرة رقم مش قليل، أنت بتتكلم على 400%. وكان في حملة اسمها أنت أقوى من المخدرات، كان تقريبا عملها لاعبنا الجميل محمد صلاح، ورفعت الوعي بخطورة التعاطي وحماية الشباب من الإدمان. وفي شوية تفاصيل يعني ممكن نلقي الضوء عليها في هذا الإطار، من احنا كنا عملنا، رحنا قبل كده في مركز العزيمة في المنيا، والحقيقة وغطيناها بصورة كويسة جدا يعني. خلونا نروح لزميلنا العزيز الأستاذ مدحت وهبة، المستشار الإعلامي المتحدث الرسمي باسم الصندوق، خليه يقول لنا على التفاصيل الجديدة وادونا رايحة فين وجاية منين. يا أستاذ مدحت، ازيك يا حبيبي، أخبارك إيه؟ مساء الخير على حضرتك أستاذ جابر وعلى كل السادة المشاهدين الكرام. ربنا يخليك يا حبيبي، أخبارنا إيه في الصندوق والدنيا عاملة إيه والعلاج لإدمان عمل إيه؟ خليني أوجه لحضرتك التحية، لأني الحقيقة حضرتك متابع معانا يعني بصفة مستمرة هذه القضية، ويمكن حضرتك شرفتنا في احد المراكز التابعه لصندوق مكافحة الشرف الادمان، وشفت على الطبيعه. الحقيقه انا زي واحنا يعني دلوقتي احنا كان عندنا مشاركين في احدى المؤتمرات الدوليه لجامعه الزقازيق، وكنا الحقيقه بنعرض نتائج حمله انت اقوى من المخدرات، واللي نفذها الصندوق على مدار الست سنوات الماضيه كويس. الحقيقه بمشاركه نجمنا العالمي محمد صلاح، واللي حققت نجاحات كبيره. الحمله دي الحقيقه كان لها مردود ايجابي على المستوى المحلي والمستوى الدولي. على المستوى المحلي الحقيقه ساهمت في زياده عدد المتصلين على الخط الساخن للعلاج من الادمان 400%، ويمكن الحقيقه كمان على المستوى الدولي اعتبرتها العديد من الدول من الحملات الابداعيه المؤثره لتوعيه شبابنا وحمايتهم من الوقوع في مراسم الادمان. حلو، خليني اقول لك لما نيجي نقارن على مدار السنوات الماضيه، انه احنا في 2014 عدد المراكز العلاجيه التابعه لصندوق مكافحه وعلاج الادمان قد لا تتجاوز 12 مركز علاجي في 17 في سبع محافظات. النهارده وانا بتكلم حضرتك احنا عندنا 28 مركز علاجي في 17 محافظه، ويمكن هزف لحضرتك خبر صار، احنا هذا العام جاري انشاء خمس مراكز علاجيه جديده، منهم هيبقى في مركزين في قرى حياه كريمه، مركز هيبقى في محافظه الغربيه واخر هيبقى في محافظه دمياط، ضمن المبادره الرئاسيه الحقيقه اللي مهتم بيها سياده الرئيس. بيبقى استاذ مدحت بيبقى بنفس الامكانيات، يعني ممكن واحد يقول لك ايه انا عايز اروح علاج الادمان مثلا، ايه انا شفت القرموطي راح علاج الادمان بتاع العزيمه فانا عايز اروح العزيمه. وعلى فكره في طلبات كتيره قوي جت في الحته دي، ان انا عايز اروح العزيمه بالذات اصله مش عارف، عايز يعني عايز من حضرتك تاكد انه كل المراكز تتمتع بنفس الامكانيات، او يعني هي المصلحة المدمن في الاول والاخر. خلينا اقول لحضرتك كل مراكز العزيمه التابعه لصندوق مكافحه وعلاج الادمان هي بتعالج وبتقدم الخدمات العلاجيه وفقا للمعايير الدوليه، بمعنى هي ما بتقتصرش على تقديم الخدمات العلاجيه فقط والاقتصار على سحب المخدر من المتعافي، لا بالعكس، ده بتمتد الى وجود تاهيل اجتماعي ومش بس كده كمان تمكين اقتصادي، والتمكين الاقتصادي الحقيقه عندنا له اكتر من شق، اما ان احنا بنعلمهم حرف وبندربهم على حرف بيحتاجها سوق العمل، ويمكن حضرتك شفت على الطبيعه وكل مراكز العزيمه التابعه لصندوق مكافحه وعلاج الادمان تتمتع بهذه الخدمات. كل المراكز اللي احنا المنتشره في العديد من المحافظات، ده مهم قوي بجانب الخمس مراكز اللي بقول لحضرتك جاري الاعداد لانشائهم هذا العام فيها نفس هذه الخدمات. الشق الثاني من ضمن التمكين الاقتصادي، احنا بس ما بيقتصرش على تدريبهم على حاجه، ولكن كمان بنتيح ليهم بالتعاون مع بنك مصر الاجتماعي قروض لتمويل مشروعات للمتعافين، وكل هذه طبعا الانشطه في اطار اعاده دمجهم مره اخرى في المجتمع وتمكينهم اقتصاديا، لان الحقيقه احنا كمان مش بس كده، كمان احنا بنحلل بيانات المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحه وعلاج الادمان اللي هو 16023 تمام 16023، وبنشوف ايه ابرز العوامل الدافعه للتعاطي، بنلاقي الحقيقه من ضمن العوامل بنلاقي حب الاستطلاع، بنلاقي التجربه، وكلها الحقيقه عوامل مرتبطه بمفاهيم مغموطه لدى شبابنا، من كون المخدرات بتساعد على تنشيط الذاكره وقوه وزياده العمل لفتره اكبر والقدره على يعني قوه البنيان، وكلها مفاهيم مغلوطه الحياه بنحاول
نصححها من خلال الحملات التوعويه اللي احنا بننفذها. انا عايز اقول لحضرتك كمان بالتوازي مع علاج مرضى الادمان، لما بنيجي ننفذ الحملات التوعويه كل الحملات الاعلاميه التوعويه اللي احنا بننفذها بتبقى مبنيه على اسس علميه، بمعنى ان احنا كمان بنعمل بحث واجراء استطلاع حلو قوي حلو قوي حلو قوي الشخصيات المؤثره لدى الشباب. أيوة. والحقيقه على مدار الست سنوات الماضيه لما كان الاختيار على سفيرنا محمد راح، هو حريص كمان حقيقه لحمايه شبابنا من الوقوع في براثن الادمان، وشاركنا على مدار ست سبع سنوات تمام. الماضيه تمام. اطلاق حمله انت اقوى من المخدرات تمام. كان لها مردود ايجابي كبير جدا. انا عايز اقول لحضرتك كمان يعني من ضمن يعني البشرة الصارة، احنا جاري الاعداد لافتتاح مركزين جدد، احد هذه المراكز هيكون في محافظة قنا، المركز الثاني هيبقى مركز عالمي في منطقة امبابة بالتحديد في محافظة الجيزة، وجاري الاعداد. ده امتى يا استاذ مدحت ده يفتتح العالمي ده؟ بالفعل، ولكن هو ان شاء الله هيتم افتتاحه من قبل القيادة السياسية، وتم الانتهاء من يعني كافة ده في امبابة؟ في امبابه وتم كمان التشغيل التجريبي للعيادات الخارجيه. وعايز اضيف، طب ما تخلينا كده على اجندتكم النبي. يعني لما يكون في امكانيه ان احنا نوري المشاهد ونوري الناس المجهود اللي بيتم في هذا الاطار، يبقى ده شيء مهم جدا بالنسبه لنا يعني. فارجوك يعني خلينا معاك في هذا الاطار.